إنه يوم التتويج. إنه يوم التتويج. فتح النوافذ والأبواب، لم أرى قبلا هذا منهم، وعرفت أن صحوننا بالآلاف. لطالما زبت القاعات الخاليات من الحفلات، وأخيرا يفتحون الأبواب، ولسوف نرى ضيوفا، وهو أمر غريب. لا شك سوف أحتاج للتدريب، فلأول مرة سنفرح بالموسيقى والأضواء، وسأرقص أخيرا فاحتفال بالمساء. هل هو خوف أم سعادة أم فيما بينهما أكون؟ فلأول مرة سأنجو وحدتي. أتشوق لمقابلة بعض الناس. ماذا لو قابلت من أحلم به؟ الليلة أرتدي فستانا مثل الزهور في البستان، نموذجا للروعة والإحساس. أراه يجلس كالأمير، غريب له وجه منير، أتشاغل عنه بالحرارة. نضحك بعدها طوال الليل على غير المعتاد، يدخل حياتي بلا ميعاد. ولأول يوم بعمري أنسى فيه الأحزان، ولأول يوم بعمري سوف يعجب بي إنسان. حقا مجنونة أن أحلم بالمحبوب، فلأول يوم بعمري قد يصبح لي نصيب. لا تكشفي سر الجليد، كوني كما شعبك يريد. اخفي الإحساس، ضع القناع، لو مرة أخطأت سرك شاع. اليوم لا مجال، لن ترقى باب، قل للحراس تفتحوا الباب. لا تكشفي اليوم هو